والغوص في أعماق الماضي العريق، ونرى ما رسمته الأيام والسنين في تشكيل الحضارة الحاضرة وامتداداتها. نأخذكم في هذا البرنامج للتعرف عن قرب على المغرب الجميل بكل ما يحمله من عوالم مختلفة في فضاءات مغربية. مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بكم في برنامج فضاءات مغربية من مدينة فاس، هذه المدينة العاصمة العلمية والعاصمة الروحية للمملكة المغربية. تأسست هذه المدينة سنة 172 على يد إدريس بن عبد الله اللي كان فار من العباسيين وبنى هذه المدينة. بنتعرف اليوم على أولى العواصم في المملكة المغربية. ازدهرت مدينة فاس على مر العصور حتى صارت في ذروة مجدها قبلة لأشهر العلماء والفلاسفة وكبار التجار، فبنيت المنازل وشيدت القصور الفاخرة لمواكبة النمو المتسارع للساكنة. ورغم مرور الزمن لا زالت مواهب حرفيها شاهدا على الماضي المجيد. في هذا المكان البسيط اللي برويكم إياه تصنع أفخم أنواع الأقمشة. هذه الأقمشة تصدر حول العالم، يستخدمها أشهر المصممين ويلبسها أشهر الفنانات حول العالم. تخيلوا معايا، خلونا نكتشف المكان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كدا لاباس عليك؟ كل شيء مزيان الحمد لله رب العالمين. الحاج عبد القادر الوزاني، سمعنا عنك كثير ما شاء الله. هذه الصناعة كم سنة صار لها تقريبا بهذا التاريخ؟ احنا كنا دراري صغار وصلنا هذا الشيء. قرون هذا الشيء عنده، هذا تاريخ دياله، ما عندك ما تعرف التاريخ دياله. الصناعة التقليدية راه قديمة ماشي حاجة جديدة. وكيف تعلمت هذه الصناعة؟ تعلمناها مع شي ناس الله يرحمهم، ذاك الناس كل شيء توفى الله يرحمه، وهذا الديكور اللي كتشوف العالم. بس المحل جدا بسيط، يعني ليش ما زلت تستخدمون نفس الآلة هذه رغم أن الصناعات تطورت؟ يعني لا، واخا تطورت هذا التقليدي هذا ما كيتبدلش، هذاك اللي طوروه ما طوروه على هذا الشيء، ما هذا الشيء هو اللي كان. نعم، هادشي ملي كتجي تبحث في الصناعة التقليدية هاد المعامل ما كانوش، كان هادشي كلشي كان تقليدي. وما زال الطلب عالي على هذه البركة كاينة يا سيدي ربي، الحمد لله ما نكرهوش خير الله. الحمد لله رب العالمين. طيب أنا اللي سمعت أن كبار المصممين يستخدمون الأقمشة هذه. إيوا شوية شوية. يبيعونها بسعر جدا غالي، ولكن أنتم تبيعونها أرخص. هذوك المعلمين. نعم. هذوك المعلمين، حنا غير خدامة. يقول لك هذوك هما المعلمين. أنتم تخترعون التصاميم ولا تجيكم تصاميم من برا؟ لا، عندنا الاختراع ديالنا احنا، عندنا تقليد الزي التقليدي ديالنا احنا، ما بدلنا فيه ما غيرنا، كما خلونا داك الاول بقينا متبعين داك الصناعه. طيب المتر الواحد كم ياخذ عليكم من الوقت؟ متر، متر وربع، متر ونصف النهار. في النهار؟ اه يوميا برجو، ما فيهاش متر واحد او متر ونص. متر ونص الا كان شي زواقه ثقيله كبيره كتخدم فيها متر. طيب شو اللي يخليك تستمر في هذه الصناعه لين الحين؟ حيت كنحبها. تحبها؟ صح. ليش تحبها؟ عندي في الدم ديالي هذيك، ما كل شيء باش نسمع فيها. يا سلام عليك، يا سلام عليك. نتمنى لك التوفيق دائما، وسعيدين نحن يعني نتعرف على هذه الصناعة البدائية في طريقتها، ولكن اللي ما زالت هي الأصيلة في صناعتها. ما زال الحمد لله محتفظين عليهم، ورد لك الشيء اللي كان خدمه تشوفه. خلنا نشوف الحين شو البضاعة. عاد شوف لك الشيء اللي كان عبر طيات أثواب الكتان المنسوج بالحرير، ووراء النوافذ الصغيرة، ومن خلال الأزقة الضيقة تتوالى القصص وتتراكم الحكايات حتى تستحوذ على الحواس.
نحن حاليا في سوق المدينة العتيقة والسوق القديم في مدينة فاس. هذا السوق يعتبر هو الأقدم والأكبر، يقدر عمر هذا السوق بحوالي 800 عام. في هذا السوق تقدر تلاقي كل شيء ببساطة، من الأدوات المنزلية، الجلود، العطور، كل الاحتياجات والمستلزمات بتلقونها في هذا المكان. ما يميز هذا السوق أنه خالي من المركبات وممنوع فيه المركبات أو الدراجات، لذلك يعتبر السوق الأنظف. تقدر أعداد المحلات في هذا السوق بالآلاف، ويوجد فيه أكثر من 900 زنقة أو 900 سكة في هذا المكان. يتحاور الماضي مع الحاضر في رقصة تجعلك تتساءل عن ما تخبيه أزقتها من كنوز ثمينة. شفت هذا الشيء، تذكرون الكاسيتات القديمة؟ متى آخر مرة شفتوهن؟ شدني هذا المحل في المدينة العتيقة في فاس، وحقيقة يعني سؤالي اللي يفرض نفسه، هل ما زال الناس يشترون هذه الكاسيتات؟ ما زال يشترون الكاسيتات، سبحان الله. طيب ليش، شو اللي خلاك تتعلق وتظل لهذه اللحظة تبيع هذه الكاسيتات؟ لأني أنا أولا موسيقي، نعم، وكان هو الفن ديال الكاسيت اللي تربيع في 20 ما يمكنش نستغني عليه في هذه الساعة. طيب شو أكثر الكاسيتات اللي عليها قلب؟ الأكثر كاسيت اللي عليهم الطرب هما الآلة الأندلسية، أغاني مصرية مغربية، مغنيين قدام، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، فارس، مهان، فيروز، مياد الحناوي، وردة، هادو مثلا الأغاني القدام كلهم زين. علاش؟ لأن الأغنية عندها واحد القلب ديالها ما تيموتش. تيمكن لك بحال تجبد كاستر مثلا إبراهيم العالمي، غنى هادي 30 من 40 عام، تجبدها تيتذكر الإنسان ذاك الأغنية. ذاك الأغنية عندها واحد القلب ديالها خاص بحال قصة ما تتموتش. الأغاني ديال اليوم أغنية 5 دقائق تتصنت عليها دابا تتموت، ما تيبقاش الأثر ديالها. صحيح صحيح، اتفق معي، اتفق معاك تماما. في أغاني أو كاسيتات خليجية لفنانين خليجيين؟ عندي كاسيتات خليجيين. عندك؟ عندي، عندي بحال محمد عبدو، ما شاء الله، نبيل شعيل، عدد ديال المغنيين اللي عندي خارجيين ما شاء الله. يعني خاطر يقول لها عقمي ميحد حمد جديم، ولا من الكاسيتات الجديم اللي كنا نسمعها ايام كفولاتنا، بس مستحيل القاهني. عموما شكرا لك، والله يعطيك الصحه، مرحبا، وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. وشيء جميل ان الواحد يحافظ على هذا التراث الموسيقي حقيقه، وهذه تحمل ذكريات كثيره لكل شخص فينا. كنت ممن لا يخاف الاستكشاف، فمن المؤكد أن تجوالك في مدينة فاس سيقودك لأماكن قاربة الخلود. وحين يتوقف بك الزمن أطلق العنان لسمعك، تجد خفقات قلب فاس تجلت في يد حرفيين أتقنوا صناعتها. السلام عليكم. كيف داير خويا؟ لاباس؟ شي مزيان؟ الله يعطيك الصحة. خبرنا عن هذه الآلة، أنا أشوفها متطورة شوي أكثر عن اللي شفتها قبل شوية. هذه كانت يدوية أكثر وكانت طويلة، هذه شوية أصغر. نعم، بالنسبة ليس متطورة أكثر، فقط الزيادة هو هذا الحبل. هذا الحبل دوره هو عندما أقوم بشد الحبل يقوم
المكوك الطائر بالذهاب والإياب يمين ثم يسار أكثر سرعة. كم عمر المعدة هذه تقريبا؟ لا أعرف لأني هنا رابع جيل، لأن هذه الصنعة هي من عن مورود. أنا رابع جيل. طيب أنا سمعت أن فاس هي أصل الصناعات التقليدية بالنسبة للأزياء أو الملابس. نعم، والآن هي عاصمة الصناعات التقليدية بالمغرب. نعم. خبرنا عن التاريخ هذا، خبرنا عن تاريخ هذه الصناعات. بالنسبة لصناعتنا التقليدية، ما تسمى بالنسبة للدارجة نسميها الدرازة، وهي النسيج التقليدي. النسيج ليس يعني شيء بحديث، هو قديم جدا، لا يمكننا اعطاء تواريخ، لان اول ما فكر الانسان في المأكل والملبس. صحيح. اذا هذه لا يمكننا يعني وضع تاريخ محدد، او ممكن الاف والاف السنين. طيب مع تطور الجيل ومع انفتاحه مع العالم الاخر، هل تغير الذوق العام بالنسبه للملابس التقليديه؟ بالطبع نعم، الإنسان دائما يبحث عن التطوير والتجديد، وهذا طبيعي، ليس شيء غريب عن مشاهدينا. بارك الله فيك وشكرا على المعلومات. ما قصر، تسلم. شكرا. سبحان الله، لكل شعب معتقداته ويؤمن بأشياء معينة. في هذا المكان مشاهدينا يرقد سيدنا أو مولانا إدريس الثاني، وهو مؤسس مدينة فاس، وهو أحد أحفاد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. يأتي الناس لهذا المكان، يتباركون بالدعاء في هذا المكان، يتصدقون، وأيضا يدعون بأمنيتهم، سواء كانت أنهم يرزقون بمولود، أنهم يتزوجون، أو أنهم يرزقون بالأموال، شو ما كانت دعوتهم، ولكن أنهم يتباركون بهذا المكان ويتصدقون. طبعا أنا سألت تكون الدعوة لمن، وجاوبوني أن الدعوة تكون خالصة لوجه الله تعالى، فالموضوع ما في شرك، ولكن أنهم يتباركون في هذا المكان اللي يرقد فيه مولانا إدريس. اليوم نحن طاقم العمل كلنا we will make a wish مثل ما يقولون في هذا المكان، وبندعي الله سبحانه وتعالى كل بدعواه الخاصة، عسى الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله دائما كل دعوانا. الخزفية في المغرب تعتبر فن متكامل بحد ذاتها. عمركم تساءلتوا كيف تتم صناعة هذه الأواني الخزفية وهذا الفن؟ اليوم بتشوفون معنا، تعالوا وياي. صناعة الفخار خلنا نقول بهذه الطريقة، هذا الشيء يجمعونه من مكان طبيعي يبعد حوالي 12 كيلومتر من هذا المكان، يسمونه الأغوار يتجمع فيها هذا الطين الطبيعي، يجيبونه لهذا الموقع، من بعدها يدخل في هذه الحفرة، هذه الحفرة مملوءة بالماء، يظل في هذا المكان حوالي الأسبوعين، يدخلون اثنين من الرجال ذوي الخبرة يعجنونه برجلهم، من بعدها يطلعونه، وبعد هذا الأسبوعين يطلعونه للخارج، يتم تجفيفه. خلال مرحلة التجفيف هذه يتم تنقية وتصفية هذا الطين من كل الشوائب اللي موجودة فيه. خلونا نشوف المرحلة اللي بعدها كيف تكون. المرحلة الثانية اللي وصلنا لها الحين هي مرحلة تشكيل الأوعية الخزفية. هذا الرجل هني يسمى بالمواعني. المواعني طبعا مأخوذة من كلمة الماعون، والماعون اللي هو أي وعاء. هذه كلمة تعتبر كلمة عربية فصحى، يعني نحن في أقصى الغرب في الوطن العربي، وترجع أصول الكلمات دائما إلى العربية الفصحى. هذا المواعني حاليا يشكلنا ما يسمى الطاجين، اللي هو نوع من أنواع الأوعية اللي يستخدمونها في صناعة الطاجين هني في المغرب. بعد
ما يخلص الشكل النهائي طبعا تكون المادة بعدها لينة ورقبة يخليها على هذه القاعدة لمدة 24 ساعة بالباكر يسوي اللي ما يسمى بالفينشينج أو الشكل النهائي اللي هو يخليها أو ينظفها من الشوائب اللي تكون عليها وتأخذ شكلها النهائي. الطين الفاصل اللي شفناه في البداية لونه بني مايل على الصفرة، ولكن بعد ما يدخل في الفرن بدرجة حرارة 1200 يتغير لونه إلى اللون الأبيض. في هذه المرحلة يتم الصبغ عليه أو التلوين عليه. طبعا إذا كانت القطعة صغيرة معناته يتم صبغها مباشرة والرسم عليها مباشرة، ولكن إذا كانت أكبر يتم رسمها بقلم الرصاص من بعدها يصبغونها، من بعدها يدخلونها في مادة بيضاء للمعة، وبعد اللمعة هذه تدخل في الفرن مرة ثانية بدرجة حرارة 900 ومن بعدها تكون القطعة جاهزة. طبعا إذا احتاجت القطعة إضافة نحاس إليها تكون من بعد ما يدخلونها الفرن مرة ثانية يضيفون عليها النحاس والزخرفة الباقية. هذه هي الأفران القديمة في مدينة فاس. طبعا هاي الأفران مو بشغالة الحين وتم نقلها لخارج المدينة، وحاليا يستخدمون الأفران الإلكترونية أو اللي تشتغل على الكهرباء أو تشتغل على الغاز، وبسبب أن هذا الفرن يسبب الكثير من الأدخنة وصارت هذه المنطقة عامرة بالسكان. طبعا هم يستخدمون الخشب ولكن يستخدمون أهم مادة اللي هي بقايا الزيتون. هاي بعد ما يخلصون من عصر الزيتون وغيره يجيبون هذه البقايا، والسبب أن تحرق على نار هادية، فهذا اللي يحتاج الفخار. طبعا يتم وضع الفخار على مدة 8 ساعات، من بعدها يتم تبريده لمدة 3 أيام ما يطلعونها من الفرن. الفرن هذا عبارة عن طابقين، الطابق اللي تحت هو اللي تكون فيه النار والطبخ، والطابق العلوي اللي يكون فيه الفخار. يتم وضع الفخار بهذه الطريقة. طبعا هذا مثل الحاجز أو الفاصل بين كل قطعة والثانية عشان أنهم ما يلصقون على بعض، فلذلك يتم ترتيبه بهذه الطريقة في هذا الفرن. هذا عمل الفرن باختصار. جينا لمرحلة أكثر تعقيداً ولكن أكثر جمالاً اللي هي مرحلة الفسيفساء. طبعاً الفسيفساء يقال لها بالدرجة الزليج، وهي كلمة مأخوذة من اللغة البرتغالية بما معناه اللون الأزرق، وطبعاً سميت بهذا الاسم لأن في البداية كانت تصنع فقط باللون الأزرق وكانوا يصنعون فيها نوافير المدن. طبعاً مع الأيام تطورت وصارت بألوان مختلفة وأشكال مختلفة، ولكن هذا الفن خذوه من الفن الإغريقي اللي كان يحتوي على حيوانات ورسومات مختلفة، وخلوه فن إسلامي يحتوي على أشكال هندسية معقدة جدا لا تحتمل الخطأ في الصناعة. يتم في البداية صناعة مثل هذه المربعات، وضعها في الفرن نفس المرحلتين اللي خبرناكم عنها قبل، ومن بعدها يتم رسم الأشكال الهندسية على هذه المربعات. طبعا الأشكال الهندسية مختلفة في أشكالها، يتم وضعها بهذا الشكل ويتم بعدها الرسم عليها وتحديد الأشكال بطريقة انفنت، يعني لا حدود لها، يعني تتكلم عن ملايين الرسمات من هذه لين يشكلون القطعة. تخيلوا معايا أن الحين هم قاعدين يرسمون أو يشكلون أو يجمعون الفسيفساء اللي هي أوردي مصبوغة وجاهزة وكل شيء، يصفونها وهي مجلوبة. يعني في الواقع هذه تراها ملونة، يعني هي قاعدين يجمعونها وهي مجلوبة رأسا على عقب وما يشوفونها من تحت كيف هي، ولكن حافظينها بالقطعة. هذا الرجل خذ له 5 سنوات لين تعلم كيف يشكل بهذه الطريقة. بعد ما تكون يعني على وجهها وبالألوان كاملة تظل، يعني يظل هذا التجميع أو هذه المرحلة تأخذ لها تقريبا 2 أسابيع، من بعدها تنتقل إلى هذه المرحلة اللي هو يخلون مثل الحديد دورة مداير عليها وهي على وجهها، ويصبون من وراها ما يسمى بالقار، هذه المادة اللي تخليها تلصق في بعضها وهي تكون مضادة للماء، من بعدها يكون عندنا الشكل النهائي للفسيفساء.
وصلنا لهذا المعرض اللي تعرض فيه كل المنتجات اللي هي تم إنتاجها في هذا المكان، من الطاولات، من الزخارف، من الفازات، من كل الأشكال اللي ممكن تتصورونها وتصنع من الطين الفاسي. بكلمكم عن هذه الجرة، خلنا نقول، أو هذه الفازة. في القديم كانت طبعا بشكل عادي جدا نفس الشيب هذا، بس من دون أي ديزاينات، تدفن في الأرض إلى مستوى العنق، ومن هني يعني وين الغطاء هني لين هني تكون في الأرض مدفونة، ومن بعدها يتم تخزين الزيت أو زيت الزيتون في داخلها. طبعا بعد ما تطور الزمن وصارت المعدات موجودة بشكلها الحديث، صارت هذه الفازة فقط للزينة، فتطور تشكيلاتها أو زخرفتها أو ديزايناتها، تطورت مع مرور الزمن. مثلا هذه القطعة مصنوعة من مواد كثيرة، من المعدن الخالص بالإضافة إلى هذا الأبيض من عظام الجمل، واللون الأسود هذا من قرون الثور، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة أو المرجان. تخيلوا يعني كل هذه الدقة في هذه الجرة فقط للزينة. فشفتوا كيف قاعد يتطور أو قاعدة تتطور التصاميم، ويعني مع مرور الزمن تتطور التصاميم في مختلف الأشكال والأنواع أو الإنتاجات اللي موجودة في هذا المكان. رغم كل ما عشته في حضن مدينة فاس الساحرة، مغامرتي في العاصمة الإدريسية لا زالت في بدايتها، فترقبوا المزيد من الحكايات والشخصيات الفريدة في الحلقة القادمة.